النهائي ديال المسابقه الضحيه. وشكرا لصديقي الوفي محمد ناجري ولمفخرة أسف. ومن أجل رسم الابتسامة على هذه المدينة رأيت دموعا غالية تسقط. أول مرة كنطمحوا العدد اللي فوق 80,000 متفرج والأصداء اللي وصلت دابا إن شاء الله ممكن نكون. كيفاش جيت القضية في الملعب؟ يلا تزوجت بشهرين هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. زكريا اللواح رئيس جمعيه هوليود اسفي للفنون السبع. بالنسبه للفكره، الفكره ديال المهرجان ديال اسفي للكوميديا او اسفي تضحك، ماشي فكره ديال شخص ديالي انا ولا ديال شي واحد، هي فكره ديال مجموعه الناس لقات الارضيه فين 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 تسرع الفكره هذه وفين تتمر. ويعني كانت حتى الناس يعني المسؤولين لقينا منهم يعني واحد الدعم كبير باش الفكره نجحات وتطورت انها تولي مهرجان يعني اسفي للضحك بهاد الحله هذه. الاستعدادات اللي هي بالنسبه للاستعداد ما كانش عندنا الوقت كثير للاستعدادات، يعني 25 يوم كانت هي المده اللي ديال الفكره ولا ديال الانجاز ديالها، كانت المده ديال 25 يوم ما كانتش كافيه. ولكن لان كاين في اسفي يعني صراحه الناس بغات تخدم، حنا ما نكذبش عليك تفاجئنا في مجموعه ديال الناس اللي اكتشفنا انهم باغيين يخدموا، باغيين ان اسفي التغيير، يعني التغيير ربما كل شيء كيطالب بالتغيير، ولكن يعني ملي كيبدا يبان التغيير كتكون شويه النتيجه صعيبه، ولكن الحمد لله الناس كتتقبل. الجمهور ديال اسفي متعطش لهذه الانشطه، كنتمناو انه نشوفوا انشطه اخرى، ماشي جمعيه هوليود ولا اي جمعيه، اي واحد باغي يخدم مرحبا بنا. حنا حاجه واحده وهدفنا هي ان نشوفوا اسفي مدينه جديده. الدورات القادمه هو غادي يكون ان شاء الله مشروع، غادي يكون مشروع اللي غادي يدرس، وغادي يكون عندنا ان شاء الله الوقت باش نخدموا يعني نوجدوا مزيان، ونتمناو يعني الى حطيت البرنامج ديال هاد الدوره هذه برنامج يعني حافل غني فيه نجوم كبار، فيه ناس. الدوره الثانيه ان شاء الله الا تعطانا الوقت وتعطانا الدعم يعني الكافي غادي يكون ان شاء الله احسن ان شاء الله. انا بغيت نوجه تحيه لكاع الناس اللي وقفوا معنا، لقينا دعم كثير 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 كثير، وانا كنوجه لهم كاملين الشكر، الناس ديال الجمعيه، الناس يعني الاداريين، شكر كبير. وكنشكركم لانكم من حلم مهرجان اسفي الضحك ولا حقيقه. بقاو كيرطابوا بقوه مرطابوا ولاو كيزلقوا. مرتي موت ولادي عرفتي تسلم فاش كيجي بحال بيت الفراش، فاش كيجي ثلاث ايام واناعس عطونا شي تصفيقات عليه ولا عندها الخلع. أنا فرحانة بكم بزاف اليوم، الله عليكم والله يوفقكم. يعني كل شيء رابح. خديجة الركبي لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.